يا شو؟ مالك مخشبة كده ليه؟ قلت لك ماليش مزاج الليلة، وأنت اللي قفشت. قفشت؟ قفشت ده إيه؟ يلا. يلا ده إيه؟ بقول لك ماليش مزاج الليلة، هو إيه؟ هي دي آخر ليلة ولا إيه؟ يا شو؟ مالك؟ ماليش، ما عنديش مزاج، وبلاش فضايح بقى. فضايح؟ فضايح ده إيه؟ أنا حقي. وحق انا كمان يا اخويا انه يبقى بكيفي. طب وايه اللي مش جايب كيفك يا شو؟ جتتي مولعه نار، مش طايقه نفسي فيها حاجه دي. مولعه؟ مولعه في ايه؟ ده انا حاسس انك انت لسه طالعه من الثلاجه دلوقتي. بقول لك ايه، انجزي، مفيش وقت. يلا انجزي يا اخويا. اذا كان على ثمن الحبايه اديهولك. حبايه ايه؟ ثمن حبايه ايه؟ انا بجيبها بالعافيه وعلى ثمنها. وبعدين انا بعمل ده كله ليه؟ ما حشانك مرة تقولي لي أنا ما باخدش حقي، ولما أجي أديك حقك تقولي لي ماليش مزاج. يا راجل أنت عايز تعملها لنا هو الليلة الليلة دي؟ هو في إيه؟ ما حرام عليك بقى وعديها، بلاش تتخنها. بقول لك ماليش مزاج يا معلم. شو؟ شكلك كده ما بقيتيش تحبيني زي الأول. يا لهوي! شوف بقول إيه يقول إيه الراجل؟ يا راجل حرام عليك، مش كده؟ مش طايقة نفسي، حرام عليك. خلاص 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 يا شو، براحتك بشوقك. اهو كده يا معلم، يا صاحب توكيل المزاج في البر كله. بس انا كده مش عارفه ايه. طب خديني في حضنك حتى. اروح اجيب العربيه لحضرتك يا فندينا. انت لسه ما جهزتش العربيه؟ ما هم قالوا ان حضرتك نايم. مين دول يا واد اللي قالوا ان انا نايم؟ وانا بنام؟ لا اجري اجيب العربيه. هوا ايه الحيوان ده؟ ده حيوان وانا بنام. معاش اللي يقول كده يا فندينا. المتر رضوان بيدور على معاليك. رضوان مين؟ بدران بيدور على معاليك. ده ايه الزريبه اللي انا وقعت فيها دي يا ربي؟ اقول له ايه يا فندينا؟ فندينا
واتنا. الحمد لله على السلامة. نورتي الحارة. كانت مضلمة من غيرك. منورة بيك طول عمرها. خرجتي امتى؟ النهاردة. وعاملة إيه دلوقتي؟ الحمد لله أحسن كتير، بس أنا زعلانة منك. حقك عليا. أنا كان المفروض أجي أستقبلك وأنتِ خارجة، بس والله غصب عني. خلاص مش زعلانة، كفاية اللي أنت عملته. طب أنتِ واقفة ليه؟ هتقعدي؟ أو يعني ادخلي جوه عشان ما تستهويش وتريحي. أصل الحارة وحشتني قوي. فقلت ابص عليها. اه يا تتوحش تتبص عليها. يا بنتي مش عايزه حاجه؟ لا ميرسي. وليها تاني كده؟ ميرسي. يتوب علينا ربنا. باي باي. بالعربيه يا حيوان. انا متحبب ورومانسي وبرقص مي ونسي. انا متحبب ورومانسي وبرقص مي ونسي. عبدو باشا انا بسال نفسي المكتب منور ليه؟ اتاري عبدو باشا قاعد فيه بقالنا كتير مستنيين الزياره دي. ربنا يخليك يا مالتي بيه، بس انت عارف ان زيارتي لازم تبقى عند اللزوم. بس انت اتاخرت علينا تو ماتش. والله انا جيت حسب الاوان ومتهيالي عداني العيد. الكابتن ابراهيم سعيد اهوت رجليه ما بتتقطعش عن المكان. وانا ويتنج فور الاوان. اما بقى بالنسبه للدكتور الهرده بقى جاهز يا باشا وتسليم على المفتاح. الله عليك، رجع ليالي زمان. السياحه كلها اتضربت وما بقاش فيها غير اللوكل المحل يعني. امال انا جاي ليه يا سعاده الباشا؟ انا جاي علشان اسلمه للي يستاهل، اللي يقدر تمنه. تشيل يا برنس. نشيل ومش هنختلف طول ما احنا ماشيين في الخير. بس قول لي مفاتيحه منين؟ لا معلش، قبل ما اقول اي حاجه لازم نتفق الاول على عمولتي. انتوا كلتوني لمؤاخذه قبل كده في عموله الكابتن ابراهيم سعيد. نتفق على عمولتي في الدكتور الهرده وبعد كده اقول لك مفاتيحه. والله يا أبلة ولا ليكي عليا حلفين، على قد ما أنا فرحانة لرجعتك وشغلي معاكي، على قد ما أنا مقهورة لشمعتك اللي انطفت. مكتوب يا بيسا، مكتوب ولا مفر منه. على رأيك. نجمتنا عاملة إيه؟ مالت غريبة، إيه اللي جابك لحد هنا؟ روحي يا بيسا خدي يوميتك من شلل. هو احنا كنا لسه اشتغلنا يا كابتن؟ من هنا ورايح الألمونيا هتقبضيها مقدما، وكل ده عشان خاطر نجمة المحل الأولى. تسلم يا كابتن. روحي يا بيسا وخدي الشباب معاك. عينيا. يلا يا شباب. أكيد طبعا مجيتك لحد هنا مش ببلاش. أنا مفيش حاجة عندي ببلاش، كل شيء وله تمن. المهم الشيء ده يستاهل تمن ولا لا؟ طب انجز يا اخويا وهات من الاخر. طبخه مستويه
ومستنية الأكال. دكتور الهردة. هردة يا أبو هردة؟ ماليش فيه. أنا ماليش فيه وهو ملوش فيه وانت مالكيش فيه. احنا مجرد أسباب، والدكتور الهردة ملوش غير في المية. مهمتنا القومية إنه بقاله في حاجات تانية كتير، والمية ما بقتش تجيب همها. انت شايفة مصاريف المحل عاملة ازاي، والسياحة اتضربت على الآخر يا نجمة. بقولك ايه يا مال؟ اسمعي يا رومانة، قبل ما تقولي أي حاجة تزعلني، ما تنسيش إن احنا اتفقنا، وإن أفندينا خلاص بلح، واللي جاي لازم يبقى أحلى يا نجمة. أيوة بس أنت عارف. أنت رومانة ميزان الجمال في المحل، واللي زي دكتور الهردة ده يتمنى نظرة من عينيكي. وبعدين أنا مش بقولك اعملي معاه حاجة وحشة لا سامح الله، لا دي سكتي ولا دي أخلاقي أبداً. احنا عايزين نخليها أوبن بوفيه، أي حاجة ياخدها من المنيو، سيجارة حباية، يرفع له خط يجي يطلب، احنا نشتغل انت تقبضي. شفتي اخلاق ارفع من كده؟ لو انت الصادق ما شفتش اوطى من كده. ميرسي يا روحي، اتفضلي يا حياتي. حجرين وشويه قهوه يظبطوا الدماغ بدل خبط السهر ولطشه الشرب. ظبطت الدماغ، وزن الكيف على ميزان المزاج، دي لعبتنا. خدي دي اضربيها بعدين. ايه ده؟ بس اللي جابهولي قبل كده كان لونه احمر. لا سيبك من الاحمر ده، خليكي في الابيض احلى. ده بتاع بلاد وده الاصلي. ده بقى يعمل ايه؟ يصفر الدماغ ويخليك تبدأي من أول وجديد. خلاص هبقى أجربه. أما تعوزي منه يقولي لي وأنا أجيبولك لغاية عندك بدل ما تروحي وتيجي. اللي قول لي يا ماي فريند، أنت بتشتغل ايه بالظبط؟ دكتور سنان. نعم. احنا هنهزر؟ انا عقبال املتك سفير الكيف وراء النوح في كل خن، تلاقي بصمه ليا في كل ركن، تلاقي صوره ليا. انا بقى هوايتي انعش الدماغ واصفيها من كل زباله الدنيا. عرفتي بقى انا بشتغل ايه؟ طبعا. ايه؟ دكتور سنان. قتلتك دلوقتي وتويتك الحكومة هتنفعك بإيه؟ هنا يا فندينا. هو ده بقى المقر يا فندينا. هو ده؟ ايوه. اتفضل يا برنس. رايح فين؟ هاجي مع جنابك. لا 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 انزل لوحدي خليكم. طب خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك، خد بالك انت من العربيه، بس اوعى تحكها زي عوايدك، ما انا عارفك غبي حك وتوب عليك ربنا. خد يا النهار الزرق. وده شطرة. نعم. بالراحة يا بنت، بتبولي كده ليه؟
تعرف ديري؟ ايوه. طب ايري اليافطه دي؟ دي ولا دي؟ ايري اللي فوق. انتخب المرشح المحترم بجاش المري رمز الوطواط. تعال شاطر. نعم. يا بنت بالراحة. مكتوب المحترم. ايوه. ورمز الوطواط. ايوه. تشكريني يا ابلة. العفو. يا اهلا وسهلا يا فندينا. الوطواط. دي خطوة عزيزة عليا يا فندينا. يا اهلا وسهلا. والله ما صدقت وداني انك جاي. يا اهلا يا اهلا. بجاش. معقولة فندينا وشرفنا مقرنا المتواضع. قوم يا سونيا. المحترم مقركم المتواضع المحترم حسب أمر اليافطة. عودة يا سونيا. عودة يا حبيبي. ماله زي بيتك محترم أمار. بقى محترم لما خطيت عتبته. ما شاء الله ما شاء الله. ايه بجاش ده؟ ده انت بقيت ولا نجوم السيمة. كل صورة بوضع. وكله أكل عيش يا فندينا. وأنت السادق كله شمال. أكيد مجايتك هنا وراها كلام كتير يا فندينا. خدمة. قصاد خدمة. والحساب يجمع. وماله؟ رقبتي. في واحد يا بجاشي هديك اسمه. عايز أعرف عنه كل كبيرة وكل صغيرة. أصله. فصله يعني باختصاره بالبلدي عايز اعرف كل اللي تعرف تجيبه عنه. اسمه ايه يا فندينا؟ في حاجتين في الاول. الاولانيه سؤال والتانيه اتفاق. اسمع كل اللي عاوز تقوله يا فندينا. تعرف ايه عن شوق؟ مين؟ شوق مرات الخيل. هتنح بقى وتهته من اولها بجاشي. هي كانت غزيت افراح وانت كنت بلطجي افراح. يعني لا مؤاخذه في ترعه موصوله ما بينكم. ها تعرف ايه عنها؟ كل خير والله. ومن ساعه ما اتجوزت الخال وهي في حالها حتى الترعه اللي ما بيننا اتردمت. ماشي. طب وايه بقى حكايتها مع النوح؟ النوح بتاع الجمال. النوح بتاع الجمال. اسم الله عليك. ماله بتاع الجمال؟ ما هو كان زيه زي غيره داير وراها وجه الخال وقش. دلوقتي جه وقت الاتفاق. الكلام اللي هقوله يا بجاشي هيفضل سر بينا. سر. وانت عارفني ما اكرهش في حياتي قد الخيانه حتى لو تمنها رقبتي. ايه قولك؟ استبينا يا فندينا. قولي اسمه ايه بقى؟ ولا حبيبي. العمروتي. مالك يا بنت؟ بتخشبك انا ليه ولا حكي؟ ابوس ايدك يا معلم. ابوس ايدك على دقني وخليني امشي. لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي كنت بتلعبي بديرك من ورايا ليه؟ ها؟ ابوس ايدك يا معلم. ابوس رجليك ولا يا بنت؟ يا بنت قومي مش شايلين ذنب. انا مش قد. قوم الله لا يسيك. انا مش ناقص يا معلم. انا غلبانه وحدانيه وماليش حد في الدنيا ومش حمل اذيه. ومين جاب سيره الاذيه دلوقتي؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. يا بنت يا بنت انا سالتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي انا عملته ده مش برضايا. مين بقى اللي غصبك؟ أنا مش قد الحكومة. ولا الحكومة قدي. ما يقدر على القدرة اللي ربنا. لا ما بت. يا بنت ما تخافيش. ما تخافيش.
أنا لو عاوزة تاويخ كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها، وأنا كان في مخلوق هيعرف لك طريق جرن. يا معلم أنا أنت بس طيب، طيبة. أنت فاكراني إن أنا راجل أهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسة مساج وكم ضحكة ميصة وكم نظرة رضا؟ بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي واللي انت عايزه، بس ارحمني والنبي. الرحمة من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايز ذهب ايه يا معلم؟ ولا حاجة، ولا أي حاجة. اللي أنا عايزه أنت عملتيه خلاص. يعني يا بنت أنا اللي كنت بشغلك عند الحكومة عشان يوصل لها اللي أنا عايز أوصله. وبصراحة أنت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده أنت تستاهلي مكافأة نهاية الخدمة. عشان تعرفي ان انا احسن من الحكومه بتاعتك. يبقى هات بقى ودي يا معلم. هتجوزك. يا شو مالك مخشبة كده ليه؟ قلت لك ماليش مزاج الليله، وانت اللي قفشت. قفشت؟ قفشت ده ايه؟ يلا يلا ده ايه؟ بقول لك ماليش مزاج الليله. هو ايه؟ هي دي اخر ليله ولا ايه؟ الله. يا شو مالك؟ ماليش، ما عنديش مزاج، وبلاش فضايح بقى. فضايح؟ فضايح ده ايه؟ انا حقي وحق انا كمان يا اخويا انه يبقى بكيفي. طب وايه اللي مش جايب كيفك يا شو؟ جتتي مولعه نار، مش طايقه نفسي فيها حاجه. دي مولعه؟ مولعه في ايه؟ ده انا حاسس انك انت لسه طالعه من الثلاجه دلوقتي. بقول لك ايه، انجزي، مفيش وقت. يلا انجزي يا اخويا. اذا كان على ثمن الحبايه اديهولك. حبايه ايه؟ ثمن حبايه ايه؟ انا بجيبها بالعافيه وعلى ثمنها. وبعدين انا بعمل ده كله ليه؟ ما هساعدك. مرة تقولي لي انا ما باخدش حقي، ولما اجي اديك حقك تقولي لي ماليش مزاج. يا راجل انت عايز تعملها لنا هو الليله الليله دي؟ هو في ايه؟ ما حرام عليك بقى وعديها، بلاش تتخنها. بقول لك ماليش مزاج يا معلم. شو شكلك كده ما بقيتيش تحبيني زي الاول؟ يا لهوي، شوف بقول ايه يقول ايه الراجل. يا راجل حرام عليك، مش كده، مش طايقه نفسي. حرام عليك. خلاص خلاص خلاص، شو براحتك شوقك اهو كده يا معلم، يا صاحب توكيل المزاج في البر كله. بس انا كده مش عارفه انام. طب خديني في حضنك حتى. اروح اجيب العربيه لحضرتك يا فندينا. انت لسه ما جهزتش العربيه؟ ما هم قالوا ان حضرتك نايم. مين دول يا واد اللي قالوا ان انا نايم؟ وانا بنام؟ لا اجري هتجيب العربيه. هوا ايه الحيوان ده؟ ده حيوان وانا بنام؟ معاش اللي يقول كده يا فندينا. المتر رضوان بيدور على معاليك. رضوان مين؟ بدران. بدران بيدور على معاليك. ده ايه الزريبه اللي انا وقعت فيها دي يا ربي؟ اقول له ايه يا فندينا؟ فندينا
واتنا. ويلا الحمد لله على السلامة. نورتي الحارة، كانت مضلمة من غيرك. منورة بيك طول عمرها. خرجتي امتى؟ النهاردة. وعاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله أحسن كتير، بس أنا زعلانة منك. حقك عليا، أنا كان المفروض أجي أستقبلك وأنت خارجة، بس والله غصب عني. خلاص مش زعلانة، كفاية اللي أنت عملته. طب أنت واقفة ليه؟ هتقعدي؟ أو يعني تدخلي جوه عشان ما تستهويش وتريحي. أصل الحارة وحشتني قوي، فقلت أبص عليها. آه يا تتوحش، تتبص عليها. طب أنت مش عايزة حاجة؟ لا ميرسي. وليها تاني كده؟ ميرسي. توب علينا ربنا. باي باي. بالعربية يا حيوان. أنا وتحبي برومانسي وبرقص مي ونسي. أنا وتحبي برومانسي وبرقص مي ونسي. عبدو باشا أنا بسأل نفسي المكتب منور ليه؟ أتاري عبدو باشا قاعد فيه؟ بقالنا كتير مستنيين الزيارة دي. ربنا يخليك يا مرتي بيه، بس أنت عارف إن زيارتي لازم تبقى عند اللزوم. بس أنت اتأخرت علينا تو ماتش. والله أنا جيت حسب الأوان ومتهيألي عداني العيد. الكابتن إبراهيم سعيد أهوت رجلي ما بتتقطعش عن المكان. وأنا ويتنج فور الأوان. أما بقى بالنسبة للدكتور الهردة بقى جاهز يا باشا وتسليم على المفتاح. الله عليك، رجع ليالي زمان. السياحة كلها اتضربت وما بقاش فيها غير اللوكل المحل يعني. أمال أنا جاي ليه يا سعادة الباشا؟ أنا جاي علشان أسلمه للي يستاهل، اللي يقدر تمنه. تشيل يا برنس. نشيل ومش هنختلف طول ما احنا ماشيين في الخير. بس قول لي المفاتيح منين؟ لا معلش، قبل ما أقول أي حاجة لازم نتفق الأول على عمولتي. انتوا كلتوني لمؤاخذة قبل كده في عمولة الكابتن إبراهيم سعيد. نتفق على عمولتي في الدكتور الهردة وبعد كده أقول لك مفاتيح. والله يا أبلة ولا ليكي عليا حلفين، على قد ما أنا فرحانة رجعتك وشغلي معاكي، على قد ما أنا مقهورة لشمعتك اللي انطفت. مكتوب يا بيسا، مكتوب ولا مفر منه. على رأيك. نجمتنا عاملة إيه؟ مالت غريبة، إيه اللي جابك لحد هنا؟ روحي يا بيسا خدي يوميتك من شلبي. هو احنا كنا لسه اشتغلنا يا كابتن؟ من هنا ورايح الألمونيا هتقبضيها مقدما، وكل ده عشان خاطر نجمة المحل الأولى. تسلم يا كابتن. روحي يا بيسا وخدي الشباب معاك. عينيا. يلا يا شباب. أكيد طبعا مجيتك لحد هنا مش ببلاش. أنا مفيش حاجة عندي ببلاش، كل شيء وله تمن. المهم الشيء ده يستاهل تمن ولا لا؟ طب انجز يا اخويا وهات من الاخر. طبخه مستويه
ومستنيه الأكال. دكتور الهردة. هردة يا أبو هردة؟ ماليش فيه. أنا ماليش فيه وهو ملوش فيه وانت مالكيش فيه. احنا مجرد أسباب والدكتور الهردة ملوش غير في المية. مهمتنا القومية إنه بقاله في حاجات تانية كتير، والمية ما بقتش تجيب همها. انت شايفة مصاريف المحل عاملة ازاي، والسياحة اتضربت على الآخر يا نجمة. بقولك ايه يا مال؟ اسمعي يا رومانا، قبل ما تقولي أي حاجة تزعلني، ما تنسيش إن احنا اتفقنا وإن أفندينا خلاص بلح، واللي جاي لازم يبقى أحلى يا نجمة. أيوة بس انت عارف، انت رومانا ميزان الجمال في المحل، واللي زي دكتور الهردة ده يتمنى نظرة من عينيكي. وبعدين انا مش بقول لك اعملي معاه حاجه وحشه لا سمح الله، لا دي سكتي ولا دي اخلاقي ابدا. احنا عايزين نخليها اوبن بوفيه، اي حاجه ياخدها من المنيو، سيجاره حبايه، يرفع له خط يجي يطلب، احنا نشتغل انت تقبضي. شفتي اخلاق ارفع من كده؟ لو انت الصادق ما شفتش اوطى من كده. ميرسي يا روحي، اتفضلي يا حياتي. حجرين وشوية قهوة يظبطوا الدماغ بدل خبط السهر ولطشة الشرب. ظبطت الدماغ ووزن الكيف على ميزان المزاج، دي لعبتي أنا. خدي دي بضربيها بعدين. ايه ده؟ بس اللي جابهولي قبل كده كان لونه احمر. لا سيبك من الاحمر ده، خليكي في الابيض احلى. ده بتاع بلاد وده الاصلي. ده بقى يعمل ايه؟ يصفر الدماغ ويخليك تبداي من اول وجديد. خلاص هبقى اجربه. اما تعوزي منه بيقولي لي وانا اجيبه لك لغايه عندك. بدل ما تروحي وتيجي. اللي قولي يا ماي فريند، انت بتشتغل ايه بالظبط؟ دكتور سنان. نعم. احنا هنهزر؟ انا عقبال امالتك سفير الكيف ورا النوح في كل خن، تلاقي بصمه ليا في كل ركن، تلاقي صوره ليا. انا بقى هوايتي انعش الدماغ واصفيها من كل زباله الدنيا. عرفتي بقى انا بشتغل ايه؟ طبعا. ايه؟ دكتور سنان. قتلتك دلوقتي وتويتك، الحكومة هتنفعك بإيه؟ بس هنا يا فندينا، هو ده بقى المقر يا فندينا. هو ده؟ ايوه. اتفضل يا برنس. رايح فين؟ هاجي مع جنابك. لا لا لا، انزل لوحدي خليكم. طب خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك، خد بالك انت من العربيه، بس اوعى تحكها زي عوايدك. ما انا عارفك غبي حك، يتوب عليك ربنا. خد يلا. النهار ازرق. وده شاطرة. نعم. بالراحة يا بنت، بتبولي كده ليه؟
تعرف ديري؟ ايوه. طب ايري اليافطه دي؟ دي ولا دي؟ ايري اللي فوق. انتخب المرشح المحترم بجاش المري رمز الوطواط. تعالى شاطر. نعم. يا بنت بالراحه، مكتوب المحترم ايوه ورمز الوطواط ايوه. تشكريني يا ابله. العفو. يا اهلا وسهلا يا فندينا. الوطواط. تخافوا عزيزة عليا يا فندينا. يا اهلا وسهلا. والله ما صدقت ودان انك جاي. يا اهلا يا اهلا. بجاش. معقول يا فندينا؟ وشرفنا مقرنا المتواضع. قوم يا سونيا. المحترم مقركم المتواضع المحترم حسب امر اليافطه. عودة يا سونيا. عودة يا حبيبتي. ماله زي بيتك؟ محترم. أمال بقى محترم لما خطيت عتبته. ما شاء الله ما شاء الله. إيه بجاش ده؟ ده أنت بقيت ولا نجوم السيما. كل صورة بوضع. وكله أكل عيش يا فندينا. وأنت السادق كله شمال. أكيد مجايتك هنا وراك كلام كتير يا فندينا. خدمة. قصاد خدمة. والحساب يجمع. وماله؟ رقبتي. في واحد يا بجاشي هديك اسمه، عايز اعرف عنه كل كبيره وكل صغيره، اصله فصله، يعني باختصاره بالبلدي عايز اعرف كل اللي تعرف تجيبه عنه. اسمه ايه يا فندينا؟ في حاجتين في الاول، الاولانيه سؤال والتانية اتفاق. اسمع كل اللي عاوز تقوله يا فندينا. تعرف ايه عن شوق؟ مين؟ شوق مرات الخيل. انت هتنح بقى وتهته من اولها بجاشي. هي كانت غزية افراح وانت كنت بلطجي افراح. يعني لا مؤاخذة في ترعة موصولة ما بينكم. ها. تعرف ايه عنها؟ كل خير والله. ومن ساعة ما اتجوزت الخال وهي في حالها، حتى الترعة اللي ما بيننا اتردمت. ماشي. طب وايه بقى حكايتها مع النوح؟ النوح بتاع الجمال. النوح بتاع الجمال. اسم الله عليك. ماله بتاع الجمال؟ ما هو كان زيه زي غيره، داير وراها وجه الخال وقش. دلوقتي جه وقت الاتفاق. الكلام اللي هقوله يا بجاشي هيفضل سر بينا. سر. وانت عارفني ما اكرهش في حياتي قد الخيانة، حتى لو تمنها رقبتي. ايه قولك؟ استبينا يا فندينا. قولي اسمه ايه بقى؟ ولا حبيبي. العمروتي. مالك يا بنت؟ بتخشبك يا ليه ولا حكي؟ ابص ايدك يا معلم، ابص ايدك على عيني وخليني امشي. لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي، كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ها؟ ابص ايدك يا معلم، ابص رجليك والنبي. يا بنت يا بنت قومي، مش شايلين الذنب، انا مش قد. قومي الله لا يسيك، انا مش ناقص. يا معلم انا غلبانه وحدانيه ومليش حد في الدنيا ومش حمل اذيه. ومين جاب سيره الاذيه دلوقتي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا بنت يا بنت انا سالتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي انا عملته ده مش برضايا. مين بقى اللي غصبك؟ انا مش قد الحكومه. ولا الحكومه قدي. يقدر على القدرة اللي ربنا. لا ما بنت يا بنت ما تخافيش ما تخافيش،
أنا لو عاوز أتويك كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها، وأنا كان في مخلوق هيعرف لك طريق جورنا. يا معلم أنا أنت بس طيب. طيبة. أنت فاكراني إن أنا راجل أهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسة مساج وكم ضحكة ميصة وكم نظرة رضا؟ بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي واللي انت عايزه، بس ارحمني والنبي. الرحمة من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايزني اعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجة ولا أي حاجة، اللي أنا عايزه أنت عملتيه خلاص. يعني يا بنت أنا اللي كنت مشغلك عند الحكومة عشان يوصل لها اللي أنا عايز أوصله، بصراحة أنت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده أنت تستاهلي مكافأة نهاية الخدمة. عشان تعرفي ان انا احسن من الحكومة بتاعتك. يبقى هتموتني يا معلم.